بسم الله الرحمن الرحيم. تجربة الفوتو ديود، أنا هبدأ أدرس خواص الفوتو ديود بإن أنا بعرضه لضوء بشدة مختلفة وأشوف الكرنت اللي طالع منه. المفروض لما ألاقي شدة الإضاءة بتزيد ألاقي الكرنت بيزيد. ده الجزء الأولاني. الجزء الثاني بستخدم الفوتو ديود لتطبيق قانون التربيع العكسي للمسافة مع شدة الإضاءة. يعني كل ما المسافة ما بين مصدر الضوء والفوتو ديود بيزيد، شدة الإضاءة بتقل حسب قانون التربيع العكسي. في الإكسبيرمنت بتاعتي دي النمط اللي بستخدمها، أفتحها عن طريق السويتش. زي ما أنا ملاحظ الأميتر بدأ قرايته تزيد نتيجة شدة الإضاءة اللي نازلة عليه. لو قفلت الإضاءة تنزل. الواحد من عشرة ده الباك جراوند. لو أنا حطيت إيدي قدامه الفوتو ديود هبص الاقي ان هو بيديني صفر. اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هفتح لمبه اشوف شده الاضاءه بتاعتها بكام، وبعدين اجيب لمبه تانية تعمل لي نفس الانتنسي بتاع الضوء اللي عاملاها اللمبه الاولانيه. فهنلاحظ ان الاثنين ادوني 4/10، يبقى دي شده الاضاءه بتاعت لمبه واحده. لو عايز شده اضاءه لمبتين اروح فاتح الاثنين مع بعض في نفس المكان، يبقى انا دلوقتي جبت الاضاءة نتيجة لمبة واحدة 4/10 واضاءة لمبتين 7/10. لو حركت واحدة من اللمبتين لمكان 7/10، يعني دلوقتي اللمبة دي تساوي شدة، بتعمل شدة اضاءة تساوي شدة اضاءة اللمبتين في نفس المكان بتاعهم الاولاني. يبقى دلوقتي انا عندي الانتنسيتي بتساوي 2 من نفس المكان ده. لو جيت فتحت اللمبه الثانيه يبقى انا كده كان عندي 3 لمبات. لو عايز اجيب 4 لمبات ممكن ابدا احرك اللمبه اللي كانت قيمتها بواحد لمبة دي، أبدأ أحركها لحد ما تديني في الأميتر كرنت يساوي شدة الإضاءة بتاع اللمبتين هنا مثلا. فمكانها ده يساوي شدة الإضاءة بتاع لمبتين. أفتح التانية اللي هي كانت لمبتين برضه، يبقى دي دلوقتي شدة إضاءة بتاعة 4 لمبات. شوف القراية دي كام. بعد كده لو عايز اجيب 5 لمبات هحرك واحدة منهم لحد ما تديني شدة الإضاءة اللي كانت موجودة لما كانوا 3 لمبات اللي هي 1. لو فتحت الثانية يبقى أنا كده عندي 5 لمبات وهكذا. في الجزء الثاني من الاكسبيرمنت بتاعتي ببدا اغير المسافه ما بين اللمبه وما بين الفوتو دايود، فبقيس المسافه من اول الفوتو دايود لحد بدايه المسطره اللي عندي. اشوف المسافه دي قد ايه. وابدأ أضيف عليها المسافة اللي هتقراها لي المصدر. أشغل لمبة منهم وابدأ أحركها لحد ما تديني قيمة تيار معينة، ولتكن مثلا 6/10 مايكرو أمبير. أقعد أحركها لحد ما أشوف أحسن مكان. ابداي 6/10 مايكرو أمبير. تمام. هبدأ أقيس المسافة من اللمبة لحد الفوتو دايود وأكتبها قدام 6/10. بعد كده أبدأ أغير مكان اللمبة لحد ما تديني 7/10 مايكرو أمبير. لو شايفها بتتحرك هبدأ أظبطها بحيث إن هو يديني 7/10 بالظبط.
تغير المسافة لثمانية من عشرة مايكرو أمبير، وأشوف برضو المسافة كل مرة ما بين اللمبة والفوتوديود. وفي النهاية برسم العلاقة ما بين لين دي على الإكس أكسس ولين ثيتا على الواي أكسس. المفروض يطلع لي علاقة خط مستقيم السلوب بتاعه بيساوي نيجاتيف 2. وخلي بالي إن الثيتا دايما في قياس الجزء الثاني لازم يكون مطروح منها الباك جراوند اللي طلع من الرسمة الأولانية ما بين الـ IUC.